السلام عليكم، معكم اخوكم الحسين. اليوم راح نلخص مؤتمر ابل، راح نشوف شنو الاشياء المهمه اللي اطلقتها ابل في هذا المؤتمر. اعلنت شركه ابل عن ثلاث اشياء مهمه في هذا المؤتمر. اول شيء اللي هو الهوم بود ميني، وراح يتوفر بلونين، السبيس جراي واللون الابيض، وتقدر من خلال السماعه تتحكم بالسمارت هوم او المنزل الذكي، وتقدر ايضا تسمع الاغاني والموسيقى وتشغل بعض التطبيقات من خلال السماعه نفسها عن طريق الاوامر الصوتيه من خلال سيري، وتقدر ايضا ترسل الرسائل الصوتيه عن طريق السماعه اذا انت عندك اكثر من سماعه في اكثر من غرفه. يعني مثلا اذا انت كنت بالصاله وتبي ترسل رساله صوتيه حق ولدك بغرفه ثانيه، تقدر انك انت ترسل له رساله صوتيه عن طريق السماعه. والسماعة هذه راح تكون بسعر 99 دولار أمريكي، وتتوفر للطلب من تاريخ 6 نوفمبر. هذا كان أول منتج. أما بخصوص الآيفونات، وهذا الحدث الأكبر لهذا المؤتمر، راح يكون عندنا هذه المرة 4 آيفونات كلهم يدعمون شبكة الجيل الخامس أو شبكة 5G. خلنا نتكلم أول شيء عن الآيفون 12 والآيفون 12 ميني. اثنينهم نفس المواصفات، عندنا معالج A14 بيونيك، معالج أفضل من السابق، وعندنا كاميرتين بدقة 12 ميجا بكسل، واحدة عدسة واسعة والثانية عدسة واسعة جدا اللي هي الألترا وايد، وعندنا تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار بالثانية. والشاشة في الآيفون 12 OLED Super Retina XDR بحجم 6.1 إنش. أما الآيفون 12 ميني راح يكون بشاشة OLED Super Retina XDR بحجم 5.4 إنش. أما بخصوص الألوان، الآيفون 12 والآيفون 12 ميني راح يتوفرون بخمس ألوان: اللون الأسود واللون الأبيض واللون الأزرق واللون الأخضر واللون الأحمر. الآيفون 12 والآيفون 12 ميني راح يتوفرون بثلاث سعات تخزين: 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. الحين خلنا نتكلم عن الأسعار. الآيفون 12 راح يكون ابتداء من سعر 799 دولار، وراح يتوفر للطلب من تاريخ 16 اكتوبر. اما الايفون 12 ميني، السعر راح يكون ابتداء من 699 دولار، وراح يتوفر للطلب من تاريخ 6 نوفمبر. هذا كان بخصوص الايفون 12 والايفون 12 ميني. اما الجهاز الثاني والجهاز المرتقب اللي هو الايفون 12 برو، وايضا راح يكون عندنا جهازين: ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس، ايضا اثنينهم بنفس المواصفات ويدعمون شبكة الجيل الخامس او شبكة الـ 5G مع معالج افضل A14 بيونيك، والجهازين بثلاث كاميرات بدقة 12 ميجا بكسل، واحدة عدسة واسعة اللي هي العدسة العادية، والعدسة الثانية الترا وايد او عدسة واسعة جدا، والثالثة عدسة زوم او تليفوتو، مع ميزة جديدة للتصوير بصيغة الرو، هذه أغلب المصورين منتظرينها، بحيث اذا عدلت على الصور عدلت على الالوان ما تخسر دقة الالوان او تخترب معاك الصورة. وسمت أبل هذه الميزة أبل برو رو، وأيضا صار عندنا تحسين في السنسر أو المستشعر الخاص بالكاميرا، ومع ميزة دول أوبتيكال إيمج ستابلايزيشن، إذا أنت قاعد تصور بالسيارة وإيدك قاعد تهتز راح يكون عندك الثبات بشكل أفضل بهذه الكاميرا. وأيضا صار في تحسين بتصوير الفيديو، صار عندنا تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار بالثانية مع ميزة تصوير فيديو بتقنية دولبي فيجن، وأيضا تقدر تعدل على الفيديو إذا كانت بتقنية الدولبي فيجن عن طريق الآيفون نفسه. وأيضا عندنا مستشعر جديد نضاف على الكاميرا اللي هو اللايدار. اللايدار هذا يساعدك في التصوير الليلي، يحسن من أداء الكاميرا في التصوير الليلي، وأيضا يحسن من أداء الأجمونتد ريالتي أو الواقع المعزز. إذا أنت مثلا تستخدم تطبيق آيكيا، تبي تستخدم أثاث معين أو تبي تحط أثاث معين في الغرفة عندك تبي تشوفه بالغرفة، هذا يسمونه أجمونتد ريالتي أو الواقع المعزز، فهذا يحسن من أداء هذه الميزة. أما بخصوص الشاشة، فالآيفون 12 برو بشاشة OLED Super Retina XDR بحجم 6.1 إنش، والآيفون 12 برو ماكس بشاشة OLED Super Retina XDR أيضا بحجم 6.7 إنش. والآيفون 12 برو والآيفون 12 برو ماكس راح يتوفرون بأربع ألوان: اللون السيلفر والجرافيت واللون الذهبي واللون الباسيفيك بلو. والجهازين يتوفرون بثلاث سعات تخزين: 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت. أما بخصوص الأسعار، الآيفون 12 برو راح يكون ابتداء من 999 دولار، وراح يتوفر للطلب من تاريخ 16 أكتوبر. أما الآيفون 12 برو ماكس راح يكون ابتداء من سعر 1099 دولار، وراح يتوفر للطلب المسبق من تاريخ 6 نوفمبر. هذا كان بخصوص الآيفونات. أما بخصوص الأكسسوارات، فعندنا ماك سيف تشارجر،
هذا شاحن لاسلكي ممغنط من شركة أبل وراح يكون بسعر $39، لكن تاريخ إطلاقه غير معلوم حالياً. وأيضاً أعلنت عن كفرات للآيفون ممغنطة تدعم ميزة الشحن اللاسلكي اللي هي ماجسيف، مع أكسسوارات إضافية للكفر مثل المحفظة الخلفية للكفر، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي أيضاً. وهذا كان ملخص لمؤتمر أبل. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والتعليق وتشارك الفيديو مع أصدقائك. أتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني. أنا أخوكم علي حسين، فما الله.